ترى طيب. شوف تقنية الفار يعني في الآونة الأخيرة بدأ يعني واجه يقل يعني ايه؟ مو كان لها قرارات يعني مفصلية يعني زي في مباراة النصر والاتحاد كانت في قرارات مفصلية لم يتخذها يعني تقنية الفار. كان هناك طرد والجميع يعني يجمع عليه مرابط برونو. أنا متأكد الدقيقة 35 لو طرد مدافع النصر برونو لأصبحت المباراة بين الاتحاد والنصر مختلفة. لهذا الآن يقول أرجع للفار لما طرد اللاعب. بس في مباراة الاتحاد والنصر رجعوا للتقنية. لا رجع برونو. لا لا أقصد يعني عادوا للتقنية. عادوا إلى حد ما هدف الاتحاد. إيه؟ طبعاً هذا كان. مثلاً إيه لكن الحديث عن المباراة اللي التعاون. أنا أقصدك الطرد. واعتراضهم. اعتراضهم. ما عادوا للتقنية في الفار أبداً. صحيح يعني يقولك مثلاً مفروض إنه يطرد حارس الرايد. مفروض إنه يعني. إنه ما يطرد مد لاعب التعاون. إيه مد الله. إيه يعني هذه القرارات كان الفار دور فيه أو يفترض إنه. إنه يعود لها الحكم. نعم في مباراة أيضاً النصر والاتحاد. كان يفترض ان الفار خلاص يعطيك على تقنيه الفار. نعم كل لو يؤخذ راي الجميع كل لا شيء. بس هذه نتكلم الحين عن بيان الحكم لم يشاهدها مثلا إيه. يعني مثلا حركه برونو مع لاعب الاتحاد لم يشاهدها دقيقه 35 لما يطرد لاعب. تخيل اليوم اللي خلت التوازن اعطى بطاقه صفراء حطها صفراء اي اعطاه قرر الحكم اي بس ما هي بذيك يعني إيه. لا يعتقد لا يتصور انها بذيك اللي يعني القوة اللي تستحق عليها حمرة. طيب حقت برونو ما يدريك إنه قال له الفار تعال أيوة. والحكم قال مشى اللعب لأنه لا. مو شايفها. أنت تعتقد إنه ما شافها؟ في تصوري يعني شوف حتى ممكن نقول والله لاعب الرائد. طيب الانضباط ليش ما شافت؟ انضباط. الانضباط حقت الغنام ما شافها. وداس على رأسه. وحكى حتى مدافع النصر لا ليست متعمدة. أقول لك أنت تقول لي الانضباط. إحنا الحين في بيان التعاون. ليش لا 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 حتى مدافع حتى مدافع النصر أمام التعاون بالكوع كان يفترض الانضباط أنه تتدخل ما تدخل. فبالتالي ما تدخل الانضباط في كل كثير من الحالات يعني اللهم كاريليو تدخلت ووقفت مباراته يعني هذا اللي شفناه الانضباط وقفت فيه. فأنا أقول لك حالات كثيرة يعني يفترض الفار انه يحسب الموقف. الان الانضباط احنا شفنا حالات مختلفه طبعا زي مثلا اللاعب بترس الانضباط اللي ما اصدرت قرار هل هذا يعني انها ما نظرت الحاله لا 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 شوف نظرت ما اصدرت طبعا خلاص انا اقول لك يحترم رايها يحترم